وللمزيد من المتابعة والتحليل تنضم إلينا من نيويورك إيرينا تسوكرمان الخبيرة في الشؤون الدولية. أهلا بك على شاشة القاهرة الدولية شاشة القاهرة الإخبارية. عفوا، بداية عندما نتحدث عن آخر خبر وهو إعلان باكستان إعادة العلاقات الدبلوماسية مع إيران، إذن كيف ترين هذا الخبر وكيف سيؤثر على المنطقة خصوصا في ظل التصعيد المتزايد في منطقة الشرق الأوسط؟ أستاذة إيرينا هل تسمعيني؟ لك على الاستضافة. إن الإعلام قد أساء تفسير هذا الأمر، إن إيران وباكستان لطالما كانت لديهم علاقات طويلة لعدة سنوات، وخاصة كانت لديهم علاقات أمنية أيضا فيما يتعلق أيضا بمشكلة المجموعة الانفصالية، حيث أن إيران تعتبرهم انفصاليون ومجموعة عرقية، وأيضا في هؤلاء الموجودين بالقرب من الحدود الباكستانية لقد حاولوا من قبل الهجوم على مجموعات إيرانية، وكان هناك تحريض ما، وقد قدمت عدة شكاوي بشأن حقوق الإنسان وانتهاكها بشأن هذا الأمر. لطالما انخرط كل من إيران وباكستان بعمليات أمنية مشتركة ضد هؤلاء المسلحين والقواعد العسكرية الخاصة بهم على مدار الأعوام السابقة، وتشاركوا ضربات جوية ضد هؤلاء أيضا في هذه المنطقة التي تعد هي أفقر منطقتين في إيران وباكستان، بالإضافة إلى هذه الحركات العرقية الموجودة في هذه الأماكن. ما الذي قد حدث مؤخرا قد فسر على أنه هجوم من قبل إيران، وأنها قد قامت بما قد فعله داعش من قبل، وأنهم قد حاولوا معالجة الأمر بأنفسهم، ولكن عقب الانتقاد الدولي حول فشل الاستخباراتي قد قامت بشن هذه الصواريخ في كل من العراق، وأدعت أنها ستقوم بالمثل مع أي أعداء آخرين. لقد قامت باستهداف هؤلاء المجموعات في باكستان دون التنسيق المسبق مع دولة باكستان، مما أدى إلى تدهور في بعض العلاقات الدبلوماسية، وأدى أيضا إلى ردود هجمات كرد من باكستان. لكن هذه الهجمات التي كانت من قبل باكستان قد قامت باستهداف هؤلاء الجماعات الانفصالية في إيران والذين تهدد كلا البلدين، فإن العلاقات الدبلوماسية قد استعيدت في الوقت ذاته، ولكن هناك بالطبع تنسيق خلف الكواليس بين كلا الدولين لمعالجة المشاكل الأمنية، فإن إيران ودت أن تظهر قدرتها على أن تقوم بمهاجمة هؤلاء المجموعة الانفصالية، وباكستان أيضا حريصة على تعدادها السكاني، ولكن في الواقع هذا الهجوم كان ينسقه بعض التنسيق بين الدولتين، لأن هذا قد يؤدد الأمن الإقليمي ويؤدي إلى تصعيد. ولكن بما نراه لا يبدو أن يمكن أن يحدث أمر سيء، وأيضا للحفاظ على مصالح إيران. إذن أستاذة إيرينا، ترين بأن يعني هذا الهجوم هو ليس هجوم على باكستان، في حين يرى خبراء بأنه تصعيد من قبل إيران فيما يتعلق سواء كان بضرب بعض الضرب مع باكستان أو الخلاف مع باكستان، وأيضا استهداف مطار أربيل واستهداف بعض المواقع داخل الأراضي العراقية. هذا أمر منفصل، كانت هذه فئة مختلفة. إن
إيران تسعى إلى مزيد من النفوذ، وكانت لها علاقات سابقة مع السلطة العراقية، حيث أنها كانت داعمة لمجموعات داخل العراق من قبل، فكان هناك العديد من الأنواع، فإنهم يحاولون دعم السلطة هناك. فإن العلاقات بين بغداد وإيران لم تكن سلسة، فيوجد العديد من الهجمات قد حدثت بشكل مستقل من إيران، بعضها قد تشاوروا مع العراق قبلها، ولكن كثيرا لم يحدث هذا. فأيضا بخصوص داعش، كانوا يدعون أنهم يقومون بمهاجمته من أجل الأفعال الإسرائيلية، ولكن لم يكن هناك أي أدلة على وجود داعش في هذه المنطقة أو أي صلة تربطه بإسرائيل. في الواقع هذه الهجمات كانت تحدث، وواحد من الذين لهم صلة كان مليونير كردي مع غيره من أعضاء عائلته، على عكس باكستان التي تبدو أنها لم تكن منخرطة في هذه الأفعال، ولم يكن لها أي مصلحة في ضرب إيران. فيمكن أن نرى كيف إيران قد تهربت من أي انتقاد، فإنها لا تتعامل مع الأمم المتحدة. فيمكن أن نرى قلة هذا التنسيق، وأنهم يعملون على استمرار التدخل في السيادات للدول الأخرى.